صحيفة العربية الجديد نشرت تقريرا قالت فيه إن شراء اللحوم بات حلما يراود الأسر اليمنية في ظل ارتفاع أسعارها نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اليمن. وقالت الصحيفة إن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بحدة تفوق القدرة الشرائية للأسر اليمنية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من لحوم الأبقار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من 12 ألف ريال إلى 17 ألفا للكيلوغرام الواحد من لحوم الأغنام. وفي مناطق سيطرة الحوثيين يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم بين 4000 ريال إلى 6000 و 9000 ريال. بحسب الصحيفة فإن المواطنين في مناطق سيطرة الشرعية والحوثيين يشتكون من تلاعب بائع اللحوم بالأسعار في ظل غياب الرقابة من الجهات الحكومية، حيث يعمد بائع اللحوم إلى رفع الأسعار لا سيما في المواسم، ويشتكي بائع اللحوم بالمقابل من ارتفاع أسعار المواشي التي يتم استيرادها معظمها من إثيوبيا والصومال وجيبوتي نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وكذلك تكاليف النقل في ظل شح الثروة في البلاد.